في تفرقة بين أهاليهم، نحن كلنا شرقيين واسعين، واللي مش واسع عم نعمل له رسول. فكلنا سوا عم نستقبلكم من كل قلبنا، وأهلا وسهلا فيك. أنت وعدتنا من شهرين ثلاثة لما جيت هنيتنا بالاستلام ومحل الحكيم، وهلا وعد ووفيت واجوا بوقتهم المطارات اللي قدمت لنا اياها. نحن عم نعطي كهرباء لكل الضيعه 5 امبير للي بياخذ يعني، وهلا هودي رح يجوا بوقتهم. ليه؟ نحن بعد شهر او اكثر شوي مؤسسه معوض فاونديشن قدموا لنا معمل شوكولا، البناء خلص، الاكيبمون رح يركب ب9 ايلول، ونحن بدنا نأمن الموتور وبده الموتور 40 كمان حسب الدراسات طبعا. نحن عنا 41 بيعطي حجر لمسان مطرح ونحن قاعدين، رح ناخد 80 نحطه هونيك ونحط ال40 لمعمل الشوكولا، يعني اجوا بوقتهم. طبعا تمام، مبروك، الله بدبر، الف مبروك. نحن بنشكركم، نية طيبة. نية طيبة اكيد، الحمد لله. يعني هلا